من الإمارات ومن هنا من السعودية لمحمد الفهيد، شكرا جزيلا على متابعتك وتصويرك لنا وأهلك اللي خليتهم الفترة هذه، يعطيك العافية ويعطيهم العافية صراحة، وأنهم متحملين هالشيء أنك بعدك 3 أيام وأنت متخطي لنا فعالية. نشكرك شكر جزيل، وإن شاء الله نشوفك بأعلى المناصب إن شاء الله، تصويرك روعة إن شاء الله، نشوفك على خير. تسلم تسلم. المصور محمد الفهيد من الناس والشخصيات الرائعة جدا اللي التقيت فيه في المنطقة الخليجية بالمملكة العربية السعودية بالإحسان بأمانة، يعني بدل الشخص هو لما، ولكن المصور محمد الفهيد من المصورين القلائل بأمانة، يعني شخص عندما يصور يشعر بالصورة، يحس بالصورة، ممكن أن يعيد لك الصورة 100 مرة على أساس أنه فعلا تطلع بالجودة. ولاحظت فيه ملاحظة بسيطة، محمد الفهيد يعني كل ما كانت الصورة جماعية يكون أكثر ملهم فيها، أكثر كذا كأنه عنده إحساس الشم، بالتالي تجده ما بين، يعني ممكن يصورك هو جالس معك ويصورك، يعني رجل محترف، رجل يعني عمله يشتغل بعمل بجد بإخلاص. أتمنى له طبعا التوفيق، وبأمانة أنا سعيد بلقاء وراح أظل متواصل معاه، ممكن طبعا تشوفه يعني حجم العمل وطبيعة العمل اللي يقدمه على طبعا الموقع الخاص فيه المصور محمد الفهيدي. كل التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سعيد جدا بتواجدي في المملكة العربية السعودية وسط إخواني وأحبائي، بصراحة ما قصروا، نشكرهم على كلام الضيافة، نشكرهم على كل اللي قدموا لنا، وهذا نعتبره دين علينا الرد إن شاء الله في الملتقيات الجاية بإذن الله. صراحة أنا سعيد بتعرفي على الأستاذ محمد الفهيد. أستاذ محمد الفهيد فعلا مصور مبدع ومتميز، وحقيقة أنا سعيد جدا، أنا أعتبره مدرسة، وبإذن الله إن شاء الله أنا في النية أنه أنا أجيبه معي أستضيفه بإذن الله في أحد الورشات أو الندوات أو أي شيء يخص التصوير الفوتوغرافي، لأنه حقيقة إنسان متميز مبدع بمعنى الكلمة. طبعا أنا أقول عن اللي في خاطري، وياليت يعني ياليت أتمنى أني أعبر عن جزء بسيط عن اللي في خاطري، اللي في قلبي واللي في خاطري عليه أكثر من كذا، ويعطي ألف عافية لك جزيل الشكر. الأستاذ محمد الفهيد من المصورين المتميزين والذي ساعدت بمعرفتهم، فهو صاحب العدسات الذهبية، وهو متواضع جدا وشخص مبتسم وبشوش، ونعرف دائما المصورين مع ضعف العمل ينتبهم نوعا من العصبية، ولكن ما رأيناه من الأخ أستاذ محمد الفهيد بأنه هو قلبه طيب والابتسامة على وجهه ومحياه، أتمنى له كل التوفيق والنجاح في عمله في مجال التصوير. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ محمد الفهيد. المصور يا أستاذ محمد الفهيد رجل إنساني، كانت الكلمة سابقا بالكلام أو بالكتابة، الحين لا، الحين صارت الناس تشوف بعينها من خلال الصورة، من خلال أخذ الصورة، بمعنى أن الصورة الحين تتكلم، الصورة الحين الحمد لله تتكلم وترسل واقع جميع أنحاء العالم، ترسل واقع، ترسل أشياء، الشخص يشوف الصورة خلاص قرأ الخبر. فعلا فعلا المصور الآن هو مهم جدا، نعم، سواء للفن أو سواء للحياة الاجتماعية العادية أو حتى للحياة السياسية، فالصورة الآن هي اللي تتكلم وهي اللي تحكم. وشكرا لكم محمد حسن المحمدي دولة قطر. الرحمن الرحيم. والله يعني كلمة حق في الأستاذ محمد الفهيد، أمانة كان الشخص الموجود الغير موجود الذي يعمل ولا نراه، من ناحية تغطياته، من ناحية الصور الجميلة اللي كان يبدعنا فيها، تغطيتها للحدث، توثيقها للحدث، وأهم ما عندنا إحنا كمتطوعين أو جهات أصحاب يعني الفرق التطوعية أو تجمعات خليجية، هذه تهمنا اللي هو العمل التطوعي، أو يهمنا في العمل التطوعي اللي هو توثيق. والأمانة ما قصر الأستاذ محمد في تغطية الحدث، وما أعرف والله إيش أقول أكثر من هاي، بس أنا أقول له شكرا شكرا شكرا.
ابداعاتك لمساتك هذه تعكس شخصيتك انت يا استاذ محمد، واتمنى لك ان شاء الله المزيد والمزيد والمزيد ان شاء الله، ونجاحات افضل وتوصل للعالميه ان شاء الله اللي تستاهلها. شكرا.